أهلا ومرحبا بكم في قناة سمع. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من قناتنا على يوتيوب. اليوم رحلتنا الموسيقية مع أحد أبرز نجوم الغناء في مصر، الفنان المتألق مدحت صالح. سنتعرف على مسيرته الفنية وأعماله المميزة وقصص من حياته الفنية. مدحت صالح مطرب الأغاني الصعبة. ولد مدحت صالح ونشأ في حي شبرا المصري، درس في جامعة الأزهر، لكن شغفه بالغناء قاده إلى مسار مختلف تماما. بدأ مدحت صالح مسيرته الفنية منذ الصغر، حيث كان يغني في الاحتفالات المدرسية، ومن هناك بدأت شهرته تتسع. وهي الخطوة التي فتحت له أبواب النجاح. تبع ذلك إصداره لأغاني ناجحة مثل كوكب تني، السهرة تحلى، خاصمت الشوارع، أنا مش ليكي، خدني الهوى، والتي أحبها الجمهور ورددها بشغف. لم يقتصر إبداع مدحت صالح على الغناء فقط، بل دخل عالم التمثيل وقدم أدوارا لا تنسى في أعمال مثل أبو العلا 90، كما أضاف إلى رصيده الفني مشاركته في فوازير الثمانينيات التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور. حصل مدحت صالح على العديد من الجوائز والتكريمات، تقديرا لمساهمته الفنية وتأثيره الثقافي. من بين هذه الجوائز جائزة مهرجان تركيا العالمي عن أغنية كوكب تني، كما حصل على جائزة الأسطوانة البلاتينية. في تصريحاته الإعلامية يتحدث مدحت صالح عن طفولته وبداياته الفنية بكل صدق وعفوية. يؤكد أن الشهرة لم تغير من شخصيته، وأنه يعتبرها نعمة وتقديرا لحب الجمهور. من أسرار نجاح مدحت صالح هو تعلمه من أساتذته الكبار. ذكر أنه استفاد من تجارب عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي ومحرم فؤاد. كانوا معلمين له في فن الغناء والحياد. تعلم مدحت صالح أهمية الرضا والحفاظ على النعم، وهذا كان جزءاً أساسياً من نجاحه، عدا تجربته في الأفراح وعلى أسطح البيوت. تم تعيين مدحت صالح كمغني في مسرح البالون لمدة 3 سنوات. هناك اكتشفه الشاعر سمير الطائر وتعاون معه في أول ألبوم له مع محمد سلطان. وبعد ذلك قرر مدحت ترك وظيفته، مؤكدا أنه لا يجوز لفنان أن يكون موظفا. كانت هذه الخطوة جريئة وأثبتت نجاحها لاحقاً.
منذ ذلك الحين انطلق مدحت صالح في مسيرة فنية مليئة بالتحديات والنجاحات. تحدث مدحت صالح عن أهمية أغاني تترات المسلسلة التي أصبحت تلقى اهتماماً كبيراً من المشاهدين. تركت هذه الأغاني أثراً طيباً في قلوب الجمهور، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نجاح الأعمال الفنية. إنها ليست مجرد أغاني، بل هي رفقاء للمشاهدين خلال رحلتهم في عالم الدراما. ومن بين هؤلاء الفنانين الذين قدموا أصواتاً رائعة لتترات المسلسلات، يمكننا ذكر علي الحجار ومحمد الحلو. إنهما من أفضل المطربين الذين أضفوا لمسة فنية مميزة على هذه الأغاني، وجعلوها تبقى في ذاكرة الجمهور لسنوات طويلة. نحن نحتفي بمدحت صالح وبكل الأصوات الرائعة. التي اثرت في عالم الموسيقى والفن. لنستمر في دعم الفنانين والمبدعين، ونترقب المزيد من الأعمال الرائعة في المستقبل. وإلى اللقاء في حلقة جديدة على قناتنا. شكراً لكم على المتابعة.